انا انا ام يوسف. انا ام يوسف. جهان اسمه ام يوسف. امبارح كنا في التحرير مع معتصمين عشان 8 يوليو. ايوه 8 اللي رحنا فيه 8 شهر 7. فجاه لقينا البياعين متأجرين علينا من بلطجية الداخلية وأمن الدولة والحزب الوطني. أول حاجة مسكوا شاب من ولادنا، مسك فيه وقعد يضرب فيه بسنجة على دماغه، فتح لي دماغه. طبعا قاموا الشباب يردوا على اخواتهم يشوفوا اخواتهم فيهم ايه. راح جايبين بسنجة داخلين على الدكاترة، فتحوا دماغ الدكتورة منار. فتحوا دماغها، راحت المستشفى الوقت محجوزة عندها تلاقي في المخ. فتحوا دماغ واحدة تانية برضه بسنجة، ودخل على العيادة الخارجية بتاعت الدكاترة، تكسر فيها ضرب في الدكاترة وفي الشباب وولادنا كلهم. وجابوا أنبوبة البوتاجاز فتحوا علينا غاز، فتحوا علينا وجابوا مية نار ومنتوف علينا وتوب علينا امبارح من الساعة 5 لحد الساعة 19 بالليل. وهم ضرب فينا، ولا الداخلية لقينا ولا الجيش لقينه. هم قاعدين مسكنا اتنين منهم اعترفوا. مين اللي مأجركم؟ قالوا الداخلية مأجرين عليكم كل واحد 500 جنيه عشان نبوظ الاتصال بتاعكم، عشان ما يبقاش يوم 8 ده مش موجود اساسا. بيقولوا مسكوا امين شرطه امبارح ومصورينه، والنهارده مسكنا امين شرطه النهارده من ساعتين اتنين بالظبط. برضه كان لابس تيشيرت احمر وقاعد في وسطنا كده عامل نفسه معتصم. وفي جيبه سلاح. سنجه كانت معاه سنجه. مضربها في ظهره. الغال مسكوه من اخر الاعتصام من هنا. جابوه ضربوه طلعوه بره الصينيه وسلموه للجيش. ايوه. وامبارح كان نفس القصه برضه، كان امين شرطه برضه. لابس ملك مش لابس الهدوم اللي بتاعتهم. كويس. بعد كده طبعا المصابين كتير قوي بتوعنا، مصابين كتير قوي، ولادنا مصابين. ولاد وشباب ورجاله كبار وحريم وبنات. جينا ندافع نفسنا، مش قادرين ندافع نفسنا قدام منهم. اضطرينا نمسك الطوب في ايدينا. ما كانش سلاحنا غير الطوب بس. السلاح بتاعنا الطوب، هم سلاحهم البطاقه والمنتوف والسنج والمطاوي والانابيب والبوتاجاز، النار اللي معلن عليه. طب الوضع الانابيب من امبارح الساعه 10 بالليل لحد دلوقتي، لحد الساعه 12 تقريبا او الساعه 1 الظهر كده، ايه الصبح كان برضه في بطاريه داخلين علينا الصبح بدري. الساعه كام؟ الساعه 6. مش موجوده. لا الساعه 6. من جاي من عند المتحف، شويه من عند المتحف، شويه من عند جامع عمر مكرم هنا. عملوا ايه؟ جم برضه بالساعه مضرب في هدومهم، السلاح حطوه في هدومهم، وجينا يخشوا على العيال فكنا نايمين. هيخشوا يضربوا فينا. الولاد كانوا صاحيين، ما حدش من عند اولادنا نام. كل اولادنا صاحيين. طلعوا راحوا ماسكينهم مع عند السورينا. قعدوا يضربوا فيهم لحد ما خدوهم سلموهم للجيش في المتحف هناك. واللي عند المتحف برضه نفس القصه، مسكوهم برضه هناك. ايوه. ضرب فيهم. من ساعتها بقى لقينا امين شرطه داخل في وسطهم الساعه 6 الصبح. تيشيرت احمر وبنطلون عادي، وجاي المعتصم معاك يا جماعه اللي حصل امبارح ده. يا حاج ما حدش عارف اسمه؟ لا الدكاتره ما عارفين اسمه، عشان الدكاتره مسكوه مع دكتور محمود معانا هنا الكبير بتاعنا. تمام. ماشي يا حاج. كويس. فطبعا هم الداخليه عايزه تخلص علينا، بس هو مين اللي هيموت؟ طيب. احنا كده جايين التحرير ميتين يا محبوسين. حق الشهداء مش هنسيبه. لا تصدق مستمر. طب هناخد فاصل يا حاج وتحكي لنا بقى على موضوع اليوم. اتفضل.